قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل: ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الحور بعد الكور؟ من الحور بعد الكور. أقول المعنى والله أعلم: أعوذ بالله من تشتت الأمر بعد اجتماعه، فالكور مأخوذ من التكوير، كأنه كور الإمام على رأسه أي جمع رأيه، والحور فك ذلك. فالمعنى: أعوذ بالله من تشتت الأمر وتشتت الرأي بعد اجتماعه، والله أعلم. ما صحة حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئنا القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة؟ أقول وبالله التوفيق: هذا الحديث ضعيف، في سنده رجل يقال له عبد الله بن سلمة المرادي، وهو ضعيف على الراجح، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. جزاك الله كل خير يا شيخ. وياك. أريد أن أسأل سؤال يا شيخ. تفضلي. أنا يا شيخ أسأل: هل رضاعة الكبير يؤثر أم لا؟ نعم. أنا متقدم لي ابن عمتي في نفس الوقت هو ابن خالتي. رضاع الكبير، وأنا تذوقت، لا أذكر أنني تذوقت حليب خالتي أم لم أتذوقه، عند عمري 7 سنوات أو ما يقارب 10 سنوات. إذا كنت تسألي عن رضاع الكبير يحرم أو لا يحرم، رضاع الكبير لا قيمة له ولا يحرم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش مصطفى. اتفضل. عم هسأل حضرتك بس على حديثين كده. اتفضل. هتصحى اقول لحضرتك السؤالين وهقفل وحضرتك ترد، يعني عشان اسمع التلفزيون. الحديث الاول، حديث النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل الجنة ولا الزنا. الحديث ده يعني حديث ضعيف، بس بعض اهل العلم حاسينه ضعيف ضعيف ضعيف. طب هل يجوز يا شيخ ان هل يجوز ان حديث تبقى زي ديت لها مجموع طرق زي حضرتك عارف تحسن، وهي يعتبر مخالفة طرقها تالفة طرقها تالفة طرقها تالفة. هل يجوز لو حتى لو طرق صحيحة وخالفت أحاديث صحيحة، هل يجوز التحسين؟ لو خالفت أحاديث صحيحة يكون معناها شاذ. يكون معناها شاذ. نعم. طيب هسأل حضرتك السؤال الثاني. الحديث ان ورد عن النبي عليه السلام ان الله احيا له ابوه وامه، لا يثبت، لا يصح، لا يثبت، لا يصح. السلام عليكم. يسأل عن حديث الميت يعذب ببكاء اهله عليه، هل ثبت وما المراد بالبكاء؟ اقول الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما، ولكنه محمول على البكاء المصحوب بالنياحة والمصحوب بالاعتراض على القدر كذلك. وكون الميت يعذب بسبب ذلك لكونه قصر في تعليم أهله، أو إذا كانت النياحة من سنته هذا، وأيضا
يضاف إلى ذلك أمر يلزم بيانه أن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام أيضا لما مات ابنه إبراهيم: إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. أنا محمد بن تونس يا شيخ مصطفى. نعم. أنا محمد بن تونس، عندي ليك بعض، عندي ثلاثة أسئلة نحب نسألك عليهم. تفضل. نحب نسألك: هل يجوز الصلاة وراء الأئمة الصوفية؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني: ما قول الرسول صلى الله عليه وسلم في مصافحة النساء؟ الثالث. السؤال الثالث: لا حول ولا قوة، نستحضر فيه يا شيخ. طيب. على كل حال، عن الصلاة وراء الصوفي: إذا كان الصوفي وصل بتصوفه إلى أن غرق في الضلال واعتقد أن غير الله من الأموات ينفع أو يضر وسأل غير الله فهو مشرك، والصلاة وراء المشرك لا تجوز. أما إذا كان الصوفي اقتصر على بدعة دون الكفر فالصلاة وراء تجوز مع الكراهة، والله أعلم. أما عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام في مصافحة النساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أصافح النساء. وكذا فإنه ورد عنه أنه قال، وذلك من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه، مرة مرفوعا ومرة موقوفا: لئن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وتقول عائشة رضي الله عنها: ولا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، إنما يقول في البيعة: قد بايعتكن كلاما، تعني بدون مصافحة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا المبارك. تفضل. أشهد الله أني أحبك في الله أولا. أحبك الله الذي أحببتنا له. هو ده سؤالي يا شيخنا، ممكن يحتاج من حضرتك بس نوع من أنواع التفصيل. أنا بس يعني أنا لسه ملتزم حديثا، يعني أحسب ذلك، يعني كل مع ظروف العمل اللي احنا فيها والظروف اللي احنا فيها، كنت عايز أعرف من حضرتك بس ما الذي ينبغي على المسلم الحق فعله في اليوم والليلة باختصار كده يا شيخ، حتى لو هتتنوع الافعال. انا اعرف ان المساله ممكن تطول، لكن عايز اجابه من حضرتك شافيه ووافيه بعد اذن حضرتك. بارك الله فيك. يلزمه ان يصلي الصلوات في جماعه، ويستحب له ان يصلي النفل الراتب، ركعتان قبل الفجر واربعا قبل الظهر وركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. واستحب له أن يجعل لنفسه وردا يوميا من كتاب الله، يقرأ جزءا من القرآن على حسب وقته، وإرشاد الرسول الأول لابن عمرو بن العاص عبد الله أن يقرأ القرآن في 30 في شهر، أي أن ذلك يعني أنه سيقرأ في اليوم جزءا من القرآن، وإن كان له عمل أو عنده أولاد فعليه بالموائمة بين العمل والأولاد والأهل. إن لأهلك عليك حقا، إن لضيفك عليك حقا، إن لربك عليك حقا، إن لنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا، وقدر الاستطاعة يبحث عن مريض يعوده
أو فقير يواسيه أو جنازة يتبعها، وإن كان موثرا أكثر من التصدق، وإن كانت لهم له رحم يصلها، وإن رأى منكرا يغيره إن استطاع بيده، إن عجز فبلسانه، إن عجز فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ، بالله عليك بسأل بس عن الدعاء وقت الجماع، هل جائز أو غير جائز؟ الدعاء بماذا؟ عفوا، دعاء ماذا؟ الدعاء وقت الجماع. نعم، ما فهمت السؤال. الدعاء يعني الواحد لما يدعي وقت الجماع، يعني يدعي بالزواج الأولاد، بالذرية الصالحة، بزوج الشباب المسلمين، بالحمد والشكر. الدعاء وقت الجماع، الدعاء الوارد وقت الجماع، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. أما سائر الأدعية فهناك أوقات أخرى أفضل، بعد الصلوات، أثناء الصلوات، بين الأذان والإقامة، الثلث الأخير من الليل، إلى غير ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا يا شيخ بحكي لك، أنا متقدم لي ابن خالتي. نعم. وخالتي أذكر أنني أو لا أذكر أن تذوقت حليبها في عمر 7 أو 10 سنوات، بين 7 و10 سنوات، فهل هو محرم عليه باعتبارها أمي من الرضاعة وأخ لي، أم أنه لا يؤثر؟ لا لا، ما فهمت سؤالي يا إخواني. قلت لك يا شيخ أنا متقدم لي ابن خالتي. متقدم لك ابن خالتك، وبعد ذلك؟ نعم، وأنا خالتي هذه لا أذكر أنا تذوقت حليبها. نعم نعم. تذوقت حليبها ما بين العمر 7 سنوات و10 سنوات. تزوجتي حديثا؟ لا لا، تذوقت حليبها، ليس بطريقة مباشرة إنما بالإصبع. هل هذا يؤثر باعتبار أنه أخ لي من الرضاع؟ أنت رضعتي من أمه أو هو رضع من أمك في الصغر أم لا؟ إذا كنت رضعتي من أمه وأنت لم تبلغي 2 سنين تصبحين أختا له من الرضاع، أو هو إذا كان رضع من أمك وهو دون 2 سنين أخ لك من الرضاع. أما ما وراء ذلك فلم أفهم. تذوقت حليب أمي وهي عندها 7 سنوات، إذا كنت تذوقت لبن أمي، أعني رضعت من أمي وعندك 7 سنين، لا تحرم هذه الرضاعات، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. طيب. الحمد لله. الله لا يهينك يا شيخ، عندي طيب. حكم قراءة الحمد بعد الحمد. نعم. قراءة الحمد بعد الحمد جائزة؟ قراءة الحمد بعد الحمد بمعنى يعني سورة الفاتحة. الفاتحة أي بعد في الصلاة ترجع مرة ثانية تقرأ سورة الفاتحة بعدها؟ نعم يا شيخ. لم يرد هذا أنك تكرر الفاتحة في الصلاة. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ. نعم. أنا عايز أسأل حضرتك، جوز الطيب، جوز الطيب في الطعام يعني إذا كانت يذكر كثيرها فيحرم قليلها وكثيرها، إذا كانت يعني لا تذكر لا تحرم. السلام عليكم. تسأل إياكم وخضراء الدمن، قالوا ومن خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء من منبت السوء، هل صح الخبر؟ لا،
بل تالف لا يثبت. وبالله التوفيق. قال: رجل على وضوء وشك أنه خرج منه ريح، هل يلزم بإعادة الوضوء أم لا يلزم؟ لا يلزم إلا إذا سمع صوتا أو وجد ريحا. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا كل خير. وإياك والمسلمين. يا شيخ أسألك، هل عندما نزور الميت في قبره، نعم، هل يرانا أم لا يرانا؟ من هو؟ عندما الميت عندما لا يراك. الميت لا يراك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخنا؟ نعم الله يسلمك. ليه عند حضرتك سؤال. تفضل. حضرتك عارف دلوقتي بالنسبة لموضوع السرادقات والكلام ده، احنا عارفين موضوع السرادق والكلام ده وقت بوليس الأعزاء من البدع دلوقتي، في سبب الأماكن ضيقة والكلام ده، وفي ناس ما بتجيش أحيانا في صلاة الجنازة وكده، فما فيش مكان مثلا تستقبلهم فيه، ومع إن برضه كان في عهد الصحابة كان التعزية تعزية أهل الميت، تعزية أهل الميت مشروعة بالإجماع، ولكن لم يكن لها على عهد الرسول رسم معين، إنما على المتيسر. إن شئت ذهبت إلى بيت عزيته، ذهبت إليه في مكان تعزيه فيه جاز، في الطريق جاز، في الهاتف جاز. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. هل هناك يعني أدعية معينة خاصة بالاستغفار وكده، يعني ذكر معين للاستغفار وكده؟ نعم. هل هناك ذكر معين للاستغفار يعني مثلا؟ هل هناك ذكر معين للاستغفار؟ هناك سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وهناك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، واستغفر الله استغفر الله استغفر الله. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخ. عليكم كان السلام. كان في سؤالين بس. تفضل. في البداية أنا طالب جامعي، والمسجد بتاع الجامعة بعيد عن الكلية بتاعتي، فلضيق المحاضرات والوقت، فبضطر إن أنا إيه أصلي في المصلية اللي هي على طريق اللي هي على السلم يعني، تمام؟ فقرأت سؤال ابن باز، عندما لما سأله شخص إن هو شغال في شركة وبيصلي في مكان بيجتمع فيه الكفار وفي دخان وكده، أو راح قال له لا يجوز الصلاة في مكان فيه فتن، فبالتالي هل يجوز الصلاة في المكان ده ولا لا؟ والتالي عفوا لا تنقل عن عالم إلا وأنت متثبت، لكن على العموم قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، ولا يستثنى من هذا شيء إلا بالدليل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا. نعم. ربنا يحفظك ويبارك في عمرك يا رب، وما يحرمناش من علمك يا رب. وياك. تفضل. حضرتك انا شغال شركه صيانه. نعم. وبعد وشركه الصيانه ديت بتاخد شغل بنوك يعني والكلام دوت، فاحنا بنطلع اوردرات ساعات، وساعات بيجي علي دور اطلع في بنك، فحكم يعني اليوم اللي انا بطلع فيه دوت او كذا يوم يعني. يعني عفوا، كم نسبه ذهابك للاماكن المشبوهه او المحرمه بالنسبه يعني لسائر العمل؟ ممكن مثلا اروح 5-6 ايام في الشهر في البنك. بتصين ماذا؟ تكييفات. ايوه تكييف. على كل، استمر في عملك، نسبة ضعيفة وعمل اصل العمل، اصل عملك حلال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخنا؟ الحمد لله.
ربنا يبارك في صحتك. لو سمحت انا في سؤال. اتفضل. اعطي مبلغ من المال لاخي شغله يعني في القسط، هل حلال ولا حرام؟ تبع الصوره التي يقسط بها. صوره العقود هي التي تعطي الحكم، بارك الله فيك. فعلى ذلك يلزمك ان تشتري السلعه وتنقلها الى رحلك وتخير المشتري، ان شاء اشترى والا فلا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. سمعت يا شيخ مصطفى، عايزه اعرف بس الفرق بين تدليس الاسناد والارسال الخفي، لاني متلخبطه بينهم. وحاجه تاني، هل الاختلاط من الكبائر ولا من الصغائر؟ هل ايه؟ الاختلاط من الكبائر ولا من الصغائر؟ الاختلاط على حسب حجم الاختلاط، يعني قد يكون صغيرة من الصغائر وقد يكون كبيرة من الكبائر على حسب حجم الاختلاط. أما عن تدليس الإسناد والمرسل الخفي، المرسل الخفي من العلماء من يجعله مع تدليس الإسناد شيئا واحدا، أن يحدث الراوي عن راو بصيغة العنعنة ويسقط رجل من الإسناد، لكن التحرير أن المرسل الخفي هو رواية الراوي عن من عاصره ولم يلتق به، أو رواية الراوي عن من عاصره والتقى به ولكن لم يسمع منه، فهاتان صورتان للمرسل الخفي. أما التدليس إسقاط راوي من السند والتحديث عن شيخ الشيخ الذي سمع منه بعض الأحاديث لكن هذا بالذات لم يسمعه منه، إنما سمعه عنه بواسطة وأسقط الواسطة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا جليل. نتفضل. أستأذنك يا شيخنا بس، هو هل يجب على كل مسلم أن يكون له وصية وأن تكون هذه الوصية مكتوبة، أم جائز أن تكون شفاهة؟ وهل يجب أن تكون موجهة لأحد أن يقوم على تنفيذها؟ وما هي صيغة هذه الوصية؟ السؤال الثاني، صيغ الصلاة والسلام على رسول الله مالها؟ ايه هي يا شيخنا؟ يعني هل انا عارف ان الصيغه الابراهيميه افضلها، لكن هل يجوز اللهم صل على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد؟ يجوز تجوز. بس فضل سؤال الوصيه بس بعد اذن يا شيخ. الوصيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه الا ووصيته مكتوبه عنده. فإذا كان لك شيء يحتاج إلى أن توصي فيه، اكتب وصيتك وثبتها ووثقها، ومن الممكن أن تكون شفهية بالإشهاد، لكن الأوثق أن تكون مكتوبة. وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. مساء الخير يا شيخ مصطفى. الله يسلمك. نحبكم في الله يا شيخ مصطفى. حبك الله الذي أحببتنا له. الله يحفظك شيخ مصطفى. بسأل الله يحفظك عن الإباضية. نعم. الإباضية ما لهم؟ هل تجوز الصلاة خلفهم وأكل ذبائحهم؟ الله يحفظك. الإباضية فئة من فئات الخوارج، أعني أهل بدع. أما الصلاة خلفهم، فإن وجدت سنيا فصلي خلفه، إن لم تجد إلا الإباضي وهو الإمام لا تترك الجماعة. قد سئل عثمان وهو محصور فقيل له: يا أمير المؤمنين، إنك حيث ترى، يعني محصورا، ويؤم القوم إمام فتنة، فهل نصلي معه؟ قال: الصلاة من خير أعمال الناس، يعني أن هذا يقرهم على الصلاة معهم وعدم ترك الجماعة ما داموا على الإسلام إذا لم يوجد غيرهم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. سمحت شيخ، بعض الأئمة أوجبوا الصلاة بسترة، يعني تصلي أمامك سترة، تمام؟ بس في بعض المساجد السرايا فيها قليلة وما فيش، ممكن ما تلاقيش مكان سترة قدامك تصلي قدامها، فبالتالي هل تصلي ولا تعمل ايه في الوقت ده؟ سؤال تاني. السترة لا تقرر مذهبك وتفرضه علينا،
السترة مستحبة عند جماهير العلماء، ومن أدلة الاستحباب حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى إلى غير جدار، استدل به الإمام الشافعي وغيره على استحباب السترة ليس وجوبها. والحديث الآمر باتخاذ سترة في سنده مقال، والأثبت أن النبي قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين، أو كما قال. أما إذا صليت فلا تصلي إلا إلى سترة، بهذا اللفظ به علة والله أعلم. أما فعل خط واتخاذ الخط سترة فهذا حديث منكر والله أعلم. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ جزاك الله خير. الحمد لله، الله يكرمك. عندي استفسار أثابك الله يا شيخ. تفضل. وش حكم الاستغفار عن الميت والتسبيح له والتهليل؟ يعني تقول اللهم اغفر له جائز، لكن تقول لا إله إلا الله وتهب ثوابها للميت لم يرد. بارك الله فيك. السلام عليكم. استغفر. يسأل سائل يقول السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. نعم. أنا كان سؤال في تفصيل موضوع الجنازة، هل أنا بتكلم عن نفسي أنا لو عملت جبت كراسي استبدلت في الناس عشان المكان ده، هل ده يبقى من البدع؟ نعم. جبت ماذا؟ أتيت بماذا؟ دلوقتي أنا مثلا عند حالة وفاة. أيه. والمكان ضيق، فلو جبت كراسي مثلا استبدلت فيها الناس وكده، لا لا ليست بدعة. يعني مات له ميت ويأتي بكراسي يجلس عليها الناس ويشغل بعض المسجلات للقرآن، ليس هذا ببدعة، ليس هذا ببدعة. وقد أفتى بمثل الجواز في هذا الصدد الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه في كتابات الاختيارات الفقهية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مصطفى. نعم. هذا بسأل بس على شهادات بنك مصر والحساب الجاري فيه. أما الحسابات الجارية التي بدون فوائد أو تأخذ الفوائد وتتخلص منها لا بأس، أما ما وراء ذلك من المعاملات الربوية لا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل. شيخ مصطفى. نعم. نعم. لو سمحت يا شيخ، انا بستحوذ على بعض السلع بالمال، وبطلعها مثلا على شهور وممكن سنين مثلا مقابل نسبة معينة من الارباح ثابتة. لا، لابد من ثلاثة امور. اولا لابد من ثلاثة امور: تشتري السلعة، تتملكها تملكا كاملا، تنقلها الى رحلك، تخير المشتري بعد ذلك إن شاء يشتري أو يترك. السلام عليكم. يسأل رجل مات على كبيرة ولم يستغفر الله منها، هل يلزم أن يعذب؟ لا يلزم أن يعذب، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها على الدوام قناة خير ورشد وبركة على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.